اوكي، اهلا وسهلا فيكم بجماعة جمعية اي في ار. خلال هاي البلاي ليست راح نكون نشرح عن مساق الديجيتال 1، راح نشرحه بشكل كامل ومفصل حسب السلايدات المعطية عندكم. بتمنى اللي عنده، طبعا احنا راح نكتب بس على كاسم الفيديو ليكتشر 1 ليكتشر 2 ليكتشر 3 وهيك، بس راح نحط بالديسكريبشن شو كل شيء انشرح، بحيث اذا بدك تحضر مثلا فيديو معين او هيك فيك تتابع حسب الديسكريبشن لكل فيديو. بداية عندنا التشابتر الأول. التشابتر الأول هو التشابتر عام، بيحكي عن زي introduction، بيحكي عن digital systems and binary numbers اللي هي عمليات التحويل بين الأرقام. رح نحكي عن أنظمة العد، هاي أشياء أخذناها بالصفوف اللي قبل بالرياضيات وبالتكنولوجيا، كيف نحول مثلا من نظام ثنائي لنظام عشري، من نظام العشري للسادس عشر وهكذا. هذا اللي رح يكون شغلنا في هذا التشابتر. فبداية عندنا إحنا أربع أنواع رئيسيات من أنظمة العد، هن الباينري وهو الأساس الأصلي عندنا، لأنه مثل ما إحنا بنعرف إن الكمبيوتر ما بفهم إلا صفر وواحد. ليه؟ لأن إحنا بنحكي عن الكهرباء، الكهرباء ما الكمبيوتر ما بيعرف غير إنه في كهرباء أو فيش كهرباء، فهو الكمبيوتر بس بفهم 0 and 1. فإحنا هذا النظام بنسميه base 2 أو الباينري. عندنا النظام الثاني وهو اللي إحنا بنستعمله كبشر اللي هو الديسيمال which is base 2. الأرقام إحنا فينا نعد من 0 ل 9، بعدها بنصير نضيف خانة جديدة ونضيف للخانة اللي قبلها، مثلا 10 20 30 لحد 99، بعدها بنصير نضيف خانة جديدة اللي هي المئات ونعد على اللي بعدها. تمام. عندنا الأكتل اللي هو النظام الثماني مثل العشري، العشري من 0 ل 9 معناته الأكتل، بما انه الثماني راح يعد من 0 ل 7 بعديها يعطيني العشرة. تمام. وعندنا النظام الرابع، هذا نظام كثير مستخدم مشان يسهل علينا نقرا الباينري، اسمه نظام الهكساديسيمال which is base 16، يعني لحد الأساس رقم 16، بالتالي هيعد من 0 ل 15. طب كيف هيعبر عن الرقم 15؟ يعني مثلا لو أنا قرأت الرقم 15 هيك دفعة واحدة راح أحكي إنه هذا رقمين مختلفات، كيف أنا بدي أميزه؟ بحكه بعد من 0 ل 9، لما يوصل الرقم 10 مثلا شو بدي أعبر عنه؟ BA. رقم 11 حكوا بنعبر عنه B، 12 بنعبر عنه C، 13 D، 14 إي، وعندنا ال 15 اللي هي الاف. بالتالي لما انا احكي 10 بالنظام السادس عشر شو معناها؟ معناها انا ما بقصد هذول، ما بقصد اي، لاني لو بدي اعبر بالنظام السادس عشري عن رقم 10 العشرة العادي بحكي له اي، رقم واضح وصريح لأنه هذا رقم يعد. بس لو أنا بدي أعبر عن الرقم شو يعني 10 بالسادس عشر، حسب أنا ترتيب الأرقام عندي 15F، بالتالي شو بعد الأف اللي هو بيرجع يعد لعشرة، بالتالي 10 فعليا بتمثل رقم 16، فهي بتكافئ 16. رح نيجي لكيفية التحويل لقدام شوي، كيف نحول من نظام لنظام. عادة مثل ما بنعرف عنا مصطلحين مهمات كثير، عنا اللي هن الـ MSB وعنا الـ LSB. الـ MSB هي الـ Most Significant Bit، يعني هي أكبر قيمة أو أكبر، خلنا نحكي أكبر ديجت. يعني مثلا أنا طبعا هذا الحكي للباينري لأنه قيمة بت بالباينري، بس لنفرض أنا قررت بدي أحكي مثلا بدي أعبر عندي الرقم 1915، شو هي أكبر ديجيت اللي بتمثل ديجيت الآلاف؟ هاي بنسميها الموست سيغنيفيكانت. وعندنا اللي سيغنيفيكانت اللي هي رقم 5 أقل تأثير، وهنا أكبر تأثير اللي هي قيمة الآلاف. هاي بتهمني كثير من ناحية مشان أعرف العد وطرق العد. تمام. هسا رح نحكي إحنا فعليا كيف بنمثل الرقم. هاي طبعا طريقة التحويل، طبعا لو نشوفها لأول مرة بننصدم شو هي AN، شو هي R، شو الN، شو الـ -1، شو الهيك.
طبعا كصيغة علمية هي هاي الصيغة اللي بتعبر عن نظام التحويل. نظام التحويل من شو لشو غالبا هاي بنستخدمها احنا مشان نحول من اي اشي لعشري، من اي نظام، من اني سيستم او اني بيس لعشري. طبعا شكلها مخيف فعلا، فمش رح نستعملها بهاي الطريقة، مش رح نكتب القانون فعليا واحنا نحلها، لا فينا نستخدمها هيك مثل ما حكيت الرايت موست بت اللي هي بسميها اللي هون اللي هي least significant bit، وعندي most significant bit اللي هي حتكون left most. تمام؟ حسا هيك عنا احنا مثلا نفرض عنا احنا هذا الرقم، فعليا لو انا بدي اجي اعبر عن الرقم 1101 بالثنائي بالنظام الباينري، اول اشي بدي اعمله بدي اعمل 0 1 2 3، بعطيهن ارقام زي اندكس مثل ما اخذته بالسي، زي اندكس 0 1 2 3. فلما انا بلش كيف بدي اعبر عن الصيغه، بحكي 1 في 2 قوه 0 زائد عندي هون الصفر 0 ضرب 2 قوه 1 زائد 1 في 2 قوه 2 زائد اللي هي 1 في 2 قوة 3. طبعا رح تستغربوا شو هذا الحكي او كيف صار او ليش. فينا نعطيكم اياها بشكل ابسط، لنفرض احنا عندنا الرقم مثلا مثل ما حكينا 1915 هاي بالعشري. لو انا بدي احكي بدي اعبر عنها بطريقة ثانية، انا بحكي هاي 0 1 2 3، فانا بحكي 5 في 10. طبعا تنسوش انه هاي 2 هي عبارة عن البيس هذا، فأنا لما صرت أستخدم نظام العشري استخدمت البيس هذا العشرة، فعندي 5 في 10 قوة 0 زائد 1 في 10 قوة 1 زائد 9 في 10 قوة 2 زائد 1 في 10 قوة 3. شو هذا التعبير؟ شو بعني؟ خلنا نشوف. 10 قوة 0 بنعرف إنها 1، بالتالي 1 في 5 5 زائد 1 في 10 قوة 1 يعني 10 في 1 10 زائد 9 في 10 قوة 2 اللي هي 10 قوة 2 يعني 100، 9 في 100 900 زائد عندي أنا هون بعرف إنه الواحد في 10 قوة 3، 10 قوة 3 شو هي؟ 1000، بالتالي هي 1000، بالتالي شو صفى عند الرقم كلياته؟ 1915 نفس الرقم اللي هون. بالتالي لما أنا بدي أمثل أي إشي لعشري بستخدم هاي الطريقة، هاي طريقة التعبير. فأنا لو أنا جيت هون مثلا أحول الأرقام، فأنا بلاقي هون عندي 1 في 2 قوة 0، بعرف إنه 2 قوة 0 يعني 1، زائد أنا هون الصفر ضرب إشي بالتالي ما بعنيني، زائد أنا عندي هون 1 في 2 قوة 2، 2 قوة 2 يعني 4، زائد عندي أنا هون 2 قوة 3 يعني 8، بالتالي أنا لما أجمعهم مع بعض بلاقيها عندي 8 زائد 4 12 زائد 1 13. بعرف انه هذا الرقم بالباينري او هذا الرقم مثلا بغض النظر وانا بعرف شنو باينري، ما دام انا عندي الاساس عندي الارقام بعرف انه هذا الرقم بيمثل 13 بالعشرة بهاي البساطة. ومما يلي نفس عمليات التحويل بس فيها زي تريك صغيرة، خلينا نشوف شو بتمثل. طبعا هاي مثل ما انتم شو بتعرفوها قبل هيك اللي هي عشري لعشري، بالتالي انا عندي هون 0 1 2 3. ليش بلشت الزيرو من هون مش من هون؟ صح، هون انا عندي ديسيمال بوينت، ديسيمال بوينت اللي هي الفاصله العشريه. الفاصله العشريه عندي لما انا ببلش اعد على يسار الفاصله العشريه بس اخلص بعد على يمين الفاصله العشريه، اذا انا ببلش هيك بعدين ببلش هيك. بلشت انا 0 1 2 3، بعديها هون بدي اعمل بالسالب. ليش سالب؟ هسه رح تشوفوا لك قدام. مثل ما انا مثلتها هون حكي صح، 2 في 10 قوه 0 زائد 2 في 10 قوه 1 زائد 6 في 10 قوه 2 زائد 5 في 10 قوه 3. لهون انا مثلت هذا حكي صح، اخذناها الحكي قبل شوي في الرقم 1915 زبط معي. طيب انا هسه بدي امثل الثلاثي بالعشره، ثلاثي من 10 يعني 3 على 10 يعني 3 في 10 قوه سالب 1،
بالتالي أنا لو جيت رقمت من هون سالب واحد سالب اثنين مثل ما عملت أنا هسا، راح أشوف آه والله هاي 3/10 وهاي 5/100، فلما أنا أجمعهم بلاقيهم 35/100، بالتالي أنا فعلا مثلت 35% هاي. لو 35% هاي جمعتها على الرقم الأصلي اللي هو 5.22 بلاقي فعلا إنه طلعت معي النتيجة الأصلية. بالتالي اللي على يسار ديسيمال بوينت بعده 0.123، واللي على يمينه بعده بالسالب ابتداء بالترتيب نفسه، سالب واحد وسالب اثنين مش من اليسار على يمين ديسيمال بوينت، فببلش على يسار ديسيمال بوينت بس أخلص ببلش من يمين ديسيمال بوينت. طيب هل هذا الاشي نفسه موجود بالأرقام الباينري كمان أو أرقام الأكتل أو مثلا النظام الخماسي أو غيرها؟ آه نفسه. خلنا نشوف المثال هون. عندي أنا هون 0, 1, 2, 3, 4، وعندي هون -1, -2. بحكي 0 في 0 بهمنيش، عندي 1 في 1 عارفين قوة 0 في 0 بهمنيش، هاي مش حتهمني، هاي مش حتهمني، أنا اللي بهمني الواحدات، فأنا بحكي 1 في 2 قوة 1 زائد 1 في 2 قوة 3 زائد 1 في 2 قوة 4. أول إيش خلنا أجمع الطرف اليسار بعدين بجمع الطرف اليمين. عندي هاي 2، عندي هاي 8، عندي 2 قوة 4 16، بالتالي كم حتطلع عندي؟ 16 8 24 و2 26. خلنا نروح على الطرف الثاني. بحكي 1 في 2 قوة سالب 1 زائد 1 في 2 قوة سالب 2. 1 هاي معناها 1 على 1 ضرب 1 على 4، وهاي 1 ضرب 1 على 2، بالتالي هاي بتمثل نص زائد ربع اللي هي 3/4 يعني 75%، وهذا اللي أنا مثلته 75%، فأنا بحكي بالأخير 75% زائد 26 يطلع عندي 26.75. الرقم اللي بعده عندي هنا 0, 1, 2, 3، بديش أنسى إنه البيس أكتل، فبدي البيس خماسي، فأنا بدي أعطيه 5. نفس طريقة الحل. جيت هنا أنا عندي FA2B، فأنا استغربت أرقام مع أحرف شو بدي أحول أنا، لقيت إنه هنا البيس 16، فأنا لما بدي أحل بحكي B ضرب 16 قوة 0. لو جينا حليناها تحت مثلا B ضرب 16 قوة 0 زائد عندي هنا 2 في 16 قوة 1، لأنه أنا عندي هنا 0, 1, 2, 3، زائد عندي ال A ضرب 16 قوة 2 زائد ال F ضرب 16 قوة 3. طب لما شو أفصل ضرب 16 قوة 3؟ شو بدي أعمل فيها؟ شو يعني أصلا؟ فأنا لما باجي أحل مثل هيك مسألة بحول الأحرف حسب الأرقام المعطية أصلاً، يعني أنا عندي أنا أصلاً بعرف إنه الـ A 10 والـ B 11 والـ C 12 والـ D 13 والـ E 14 والـ F 15. هلا أبلش أحل بحكي أنا عندي الـ B 11، فهاي 11 في 1 زائد هاي 16 32، عندي هاي 16 في 16 بتحسبوا بعضهم 256، في A 10 عندكم هاي 16 قوة 3 بتحسبوها ضرب 15، والآلة الحاسبة بعد هيك هي كفيلة. هيك بتهيألي صرتوا تعرفوا تحولوا من أي إشي لعشري. هسا بدنا نروح بالعملية العكسية. طبعا هون أنا في عندي مختصرات كثير بتسمعوا، مثلا والله انا عندي هارد ديسك 1 تيرا، وانا عندي مثلا ذاكره 128 جيجا بايت، ومثلا تيرا بايت، وعندكم مثلا انا عندي مثلا ملف حجمه 3 ميجا بايت بدي ارفعه، او كثير شغلات مثل هذولا. شو هن الميجا، جيجا، تيرا، وعندي كمان الكيلو بايت. مثل ما بتعرفوا سابقا انتو انه 8 بيتس بتمثل لي 1 بايت، هاي معلومة معروفة.
الكيلو بايت كنا زمان نحكي هيك عبارة عن عملية تحويل، 1 كيلو بايت يساوي 1024 بايت، وكنا نحكي إنه 1 ميجا بتساوي 1024 كيلو، وكنا نحكي 1 جيجا بتساوي 1024 ميجا، وكنا كمان نحكي إنه 1 تيرا بتساوي، طبعا هاي جديدة بالنسبة لكم، 1 تيرا بتساوي 1024 جيجا. بس أنا مشان أخترع حالي لا، فيني أحفظهن كأرقام، إنه أصلا 2 قوة 10 هي الكيلو، لأنه أصلا 2 قوة 10 لو حسبتها أنا كآلي حاسبة هتطلع لي 1024. جيت 2 قوة 20 اللي هي عبارة عن 1024 في 1024، حكينا الأولى بتحول لي لكيلو صح؟ بالتالي الواحد ميجا عبارة عن 1024 كيلو، وهيك طلعت لي هاي الكيلو، هاي معناها كيلو 1024 كيلو اللي هي 1 ميجا مثلا. 2 قوة 30 اللي هي عبارة عن 1024 في 1024 في 1024 اللي هي 1024 ضرب ميجا، وهذا اللي أنا حكيته هون نفسه. والتيرا نفس الإشي بضربها في 1024 وهون كمان 1024 راح تعطيني 1 تيرا. هاي الاختصارات مهمة لكم بتفيدكم، فيكم تحسبوها بطرق أخرى. طبعا عندكم هون مثلا لما أنا يحكي لي حدا 4K لازم يكون عندي معرفة تامة إنه 4 كيلو هي عبارة عن 2 قوة 10 ضرب 4، الأربعة شو هي؟ 2 قوة 2، بالتالي صرنا 2 قوة 12. الآلة حاسبة هيك بتكون كفيلة. عندكم الميجا 2 قوة 20، لما أضربها ب16 بحكي أنا إنه 16 عبارة عن 4، هاي عبارة عن عملية جمع أسس طبعا، 4 زائد 20 بتصير عندي 2 قوة 24. عندكم أنتم معرفة تامة بالموضوع عن طريق الرياضيات. ومثل ما حكينا هنا إنه البايت عبارة عن 8 bits. تمام، عمليات الجمع الارثمتيك اوبريشنز، يعني لننسى هذا السطر احنا ونبلش نحل هون على جنب. عندي 1 0 1 1 0 1، عندي 1 1 1 0 0 1، لما بدي اعمل انا عليهم عملية جمع. عملية الجمع نفس عملية الجمع بالرياضيات مثلا، او بالعشري او بالعادي، كيف احنا كنا نجمع عادي نفس الاشي، مش رح تفرق علينا كثير. فانا لما اجمع 1 زائد 1 0 باليد 1، ليش ما اقول طب 2؟ لا ما اصح، بتذكر انا اني بشتغل باينري، باينري يعني اقصى عدد عندي 1، بالتالي لما انا صار معي 2 يعني 1 زائد 1 فعليا 2 اللي هي بتمثل بهذا الشكل. فانا لما بدي احول بحكي 0 باليد 1، عندي هون كمان 1 زائد 0 1، 1 زائد 1 اللي هي 2، فانا بحط 0 وباليد 1، 1 زائد 1 زائد 1 بحكي 1 زائد 1 2، زائد 1 اللي هي 3، فانا شو بعمل؟ 1 وباليد 1، 1 زائد 1 اللي هي 0 وباليد 1، هون عندي 1 وهون عندي 0 وباليد 1 رح ينزل هذا الواحد هون. هاي عملية الجمع، نفس عملية الجمع العادية. في عندكم هذا الخط، هذا الصف اللي نفرض احنا بنسميه طبعا صف ال، هذا بنسميه احنا صف مثلا الكاري، تمام، اللي هي احنا بالعادة بنحكي باليد 1، تمام. وهذا عندنا الريزلت، هنا العددين اللي بدنا نجمعهم. تمام، عملية الطرح مش رح تفرق عندي كتير، عندي نفس العددين أخذتهن أنا. تمام، عندي أنا نفس العددين أخذتهن، بدي أطبق عليهن عملية الطرح. عندي 1 ناقص 1 0، 0 ناقص 1 حكينا لما أنا عندي يكون عدد بدي أطرح عدد صغير بطرح عدد كبير، شو كنت أعمل؟ أعمل عملية برو، أو اللي إحنا كنا نسميها عمليات الاستلاف. فأنا أحط هنا 0
وأخليها هاي 2، فاثنين ناقص واحد كان عندي واحد، عندي هاي 0 ناقص واحد كمان مرة بدي أستلف، فبتصير عندي هنا واحد 0 ناقص 0 0 0 ناقص 0 0 وهنا 0، طلع معي الناتج 6. طبعا لو أنا جربت أحسب الأرقام عندي 45 و39، لو جمعتهم فعليا حتعطيني 84، ولو طرحتهم راح تعطيني 6، فأنا جوابي صح. طبعا كيف عرفت إنه 6؟ مثل ما عملت بالوضع الطبيعي 0 1 2، بعمل 1 في 2 قوة 1 زائد 1 في 2 قوة 2، يعني بتساوي 2 زائد 4 بتساوي 6. طبعا مع التعواد رح تصيروا توصلوا لمرحلة انكم تجمعوا الاعداد شفهيا تقدروا تعرفوها، مش انكم تحولوها على كل اوبريشن. تمام، عملية المالتيبليكيشن نفس العملية، نفس شو بنعمل بالضبط بالعشرة. بنعمل هون عندنا، نفرض انا ضربت 11 في 5، عندي في الوضع الطبيعي انا بعرف انها 55، خلينا نشوف بالباينري شو ممكن تكون. 1 في 1 1، 1 في 1 1، 1 في 0 0، 1 في 1 1. بترك مسافة هون، هاي بنسميها سبيس، تمام، او بتحطوا صفر مكانها زي ما كنتوا تعملوا بالرياضيات. 0 في 1 0، 0 في 1 0، 0 في 0 0، وعندي هون 0 في 1 0. بترك كمان سبيس، باجي للواحد الاخير 1 1 0 1. هسا بجمع مثل ما حكينا، مثل العشرة بالضبط. هذا الواحد بده ينزل هون، 1 زائد 0 هتطلع معنا 1، 0 زائد 0 0 زائد 1 1، عندي 1 زائد 0 1، 1 زائد 1 هتطلع معي 0 باليد 1، وهنا عندي 1 وهنا الواحد بنزل، تمام. بالتالي صفى عندي هذا العدد. طب شو هذا العدد؟ خليني أتأكد. 0 1 2 3 4 5 هتطلع عندي، هبلش من هون، 1 في 2 قوة 0 زائد 1 في 2 قوة 1 زائد 1 في 2 قوة 2 زائد 1 في 2 قوة 4 زائد 1 في 2 قوة 5. عندي هاي 32 16 4 2 1، 32 و16 بعرف انها 48 و4 52 52 و3 55، نفس الناتج اللي انا متوقع. بالتالي اذا انا عملت نفس الاوبريشن بالباينري او عملت نفس الاوبريشن بالعدد العشري حتطلع عندي النتيجه نفسها، مش فرقيه ابدا. هسا كيف انا بدي احول من عشري لباينري؟ مثلا خلينا ناخذ على سبيل المثال الباينري للتحويل. اخذنا هاي الطريقه قبل، وهي الطريقه المجديه نفعا، اللي هي مثلا انا بدي احول الرقم 345 بقسم على 2، وهنا بدي اكتب الريمايندر. فانا عندي اول مره قسمت على 2 طلع معي 172 والباقي 1. طبعا هي الاصل لما انا اعمل بالآلة الحاسبه حتعطيني 172 ونص، فانا شو بعمل؟ بشيل النص هذا وبحط 1، تمام. بعديها برد اقسم راح تعطيني 86. لاحظ انه هذا العدد زوجي، فاكيد راح يكون الريمايندر صفر. ال 86 لو قسمتها على 2 راح تعطيني 43 والباقي صفر، لانها اصلا زوجيه. بلاحظ انه هذا العدد اود، العدد اود راح يعطيني كمان وراح يعطيني 1، فانا لما اقسمها يعطيني 21 والباقي 1، لما اقسم ال 21 راح يعطيني 10 والباقي 1، 10 5 والباقي 0، وعندي هنا 2 والباقي 1، 1 والباقي 0، وبالاخر شيء عندي 1 هون بالاخير. يعني لما انا هسه لما كيف بدي اقرا، انا بقراها هيك، يعني هاي الواحد الاخيره الموست سيجنيفيكانت بت، وعندي فوق اللي هي الليست سيجنيفيكانت بت. طبعا هاي اذا لاحظنا في الاعداد الصحيحه، يعني في الجزء اللي شو الصحيح، في الجزء الصحيح اللي فيش فيه ديسيمال، يعني اللي قبل الديسيمال بوينت هيك بنعمل فيه. فانا بالاخر صفى عندي 101
10 11001 اللي هو نفس العدد اللي طلع معكم هون. عندنا هون الموست سيجنيفيكانت وعندنا هون اللي سيجنيفيكانت فيتس. تمام، جينا مثلا لهون احنا نحول لأوكتل نفس العملية مش راح تفرق. فإحنا شو بنعمل؟ 1 3 3 5 باخذ أول إشي العدد هذا، بعدين باخذ هذا. أول إشي العدد الصحيح اللي قبل الديسمال بوينت، وعندنا هون الريمايندر. قسمت أول مرة طلع مع 166 حسب، أنا باخذ أرقام فعلا من هون، يمكن يكون في أرقام أخطاء يعني أنا ما بعرف، بس أنا بعطيكم الأرقام اللي من هون. قسمت طلع 100 166 والباقي 7. قسمت ثاني مرة على 8 طلع معي 20 والباقي 6. قسمت ثاني مرة ال 20 اللي بدي اقسمها على 8 راح تعطيني 2 والباقي 4، معروف لانها 2 في 8 16. ولو بدي اقسم 2 على 8 0 والباقي 2. انا بدي اوقف لحد ما اوصل هذا الرقم لصفر، بالتالي انا عندي هذا الجزء الصحيح 2 4 6 7 بوينت. كيف بدي اوجد البوينت؟ إيجاد البوينت بصير كالتالي، أنا بأخذ الرقم هذا اللي هو عندي 0.8125 بضل أضربه بالبيس اللي أنا بدي إياه، أنا بدي بيس 8 بضل أضربه بثمانية حيعطيني رقم أول مرة. تمام؟ لنفرض 1 بوينت إشي، لنفرض مش شرط يعطيني واحد بس أنا بحكي لنفرض. بأخذ هذا الواحد، تمام؟ بعدين برد اضرب هذا الفراكشن بارت كمان مره، بعدين برد اضرب الفراكشن بارت كمان مره. طبعا لو جربنا هنا عندي ال 0.8125 ضرب 8 اعطتني 6.5، اعطتني بشكل عام 6.5. طبعا لو خلينا نجربها على الاله الحاسبه، مثل ما انتم شايفين، بس خلينا نتاكد انه عامل شير للسكرين. مثل ما انتم هون شايفين انا عملت 8125 ضرب 8 اعطتنا 6.5. بالتالي انا باخذ الانتجر بارت كيف باخذه؟ بحكي 6.5 لحال. افرض اعطاني 6.51% مثلا، بحكي 6.51% بس هو اعطاني نص. ثاني مره باخذ انا هذا النص وبرد اضربه كمان مره بثمانيه، لما ضربته بثمانيه اعطاني 4. فعليا نص ضرب ثمانيه 4. طب الفراكشن كم؟ 0. بوقف اما لما يكون هذا 0، هي حل رقم واحد، او وين بوقف؟ بوقف مثلا على 4 خانات. انا بحكي بدي اخذ لاقرب 4 خانات، أو بدي أخذ لأقرب 5 خانات. مثلا لو إحنا مثلا يجينا 5 على 7، بدي أمثلها بالباينري. 5 على 7 معروفة إنها عدد لا متناهي. مثلا لو أخذت أنا هنا على الآلة الحاسبة عملت 5 تقسيم 7، بعرف إنها عدد لا متناهي فعليا، إنها حتضلها سلسلة وماشية من الأرقام. بالتالي أنا راح أضل على الفاضي، راح أضل أضرب بالبيس بدون معنى. فالحل بهيك حالة مثلا اخذ اقرب 7 خانات، اقرب 8 خانات، زي ما انا بحتاج عندي. تمام. فهاي طبعا اكسرسايز فيكم تجربوه، يعني بتهيألي ممكن احنا كمان ننشر حلوله على مثلا في الكومنتات او من خلال الديسكربشن اضيف حله او رابط لحله. تمام هيك. هسا في طرق ثانيه ملتويه فينا نحكي كيف ممكن نحول من اوكتل هيكساديسيمال وباينري. يعني هل انا منطق لما يكون عندي رقم مثلا 1101111010101، هل منطق هذا مثلا انا بدي اضل اقرا وانا مش فاهم شو هذا الرقم شو هاي؟ فانا اعطوني طريقه حلوه ممكن اقرا، مثلا بدي اقرا بالاوكتل. كيف ممكن اقرا بالاوكتل؟ انا بعرف انه الاوكتل عباره عن 8، والثمانية بتساوي 2 قوة 3. فالأكتل بحكي لي إنه خذ كل 3 بتس مشان تقرأ الرقم. بعرف إنه 101 شو معنى 101؟ اللي هي 5. شو عرفني إنها 5؟ 0 1 2. بعرف إنها 1 زائد 0 زائد 4 فهي 5.
بحكي انه هاي 5، هاي 110 اللي هي 6، والواحد 01 بحكي انها كمان 5، وهاي كمان 5. تمام، عندنا بالمثال اللي هنا هاي 7، 111 اللي هي بتمثل 7، عندي انا هاي 2، عندي هاي 3، عندي هاي 5. طب هاي 11، طب شو كيف بدي اقراها ثلاثات؟ هاي بحكي بضيف صفر من عندي. اصلا انت كيف مثلا احنا بنحكي انه 5.3، لو خليتها 5.30% بتفرق؟ لا، نفسها، ونفس الاشي هون. فانا بضيف صفر من عندي بخليها 6، اللي هو انتم شايفينه هون. طيب لو رحنا للهكساديسيمال، الهكساديسيمال عبارة عن 16 وبتساوي 2 قوة 4، يعني انا كل 4 بتبقرأهم مع بعض. بحكي هون انه هاي 7، بحكي انه هاي عبارة عن 1 + 4 + 8 اللي هي 13 اللي هي بتمثل لي الدي، وعندي هاي 10 بتمثل لي A، وعندي هون 11، انا بدي مش صفرين، بديش انا رقمين او 3 ارقام، بدي 4 ارقام، بالتالي بضيف صفرين. عندي 12 شو بتمثل لي؟ السي، بالتالي انا بقراه AD7.C. هاي طريقه انكم تحولوا من الباينري تو اوكتال، باينري تو هكس ديسيمال، وعندكم من الهكس اور اوكتال تو باينري. طب كيف بدي احول مثلا انا من هكس او اوكتال تو باينري؟ عادي نفس الاشي، مثلا انا هون عندي AD7.C، بحكي السي عباره عن 12، السيفن عباره عن 011. كيف عرفت 011؟ ليش ما حطيت بس 111؟ انا بحكي انه بالهكس ديسيمال انا بعبر عن كل رقم ب4 خانات، بالتالي السبعه 3 خانات لازم اضيف لها صفر على يسارها. الدي مثلا عندي انا بعرف انها 13، بضيف لها 13. الاي بعرف انها 10، بكتب عليها 10، هي الرقم عندي نفسه استرجعته. تمام هيك. طبعا هذا جدول مشان يعطيكم كل رقم والبيس تاعه، مشان كيف تعرفوا تتعاملوا معاه. اوكي. فعندنا كمان هون لو كان عندي باينري فورم، لو كانت 6-8 دي اي، فانا كيف ممكن اعبر عنه؟ الاي بعرف انها الرقم 14 فبعبر عنها بال 14. عندي البي بعرف انها 11 فانا بعبر عنها كمان ب 11. الايت بعرف انها 1 3 اصفار، وبعرف انه 6 عباره عن 1 1 0، بس بنساش انا بديش اعبر عن الرقم 3 خانات، لازم اعبر عنه ب 4، بالتالي بحط 0. لنفرض انا اجاني الرقم مثلا في 1 8 بي اي، نفس الرقم، او بديش احط الواحد هون، خلنا نحكي انه انا بدي اعبر عن الرقم 8 1 بي اي، بعرف انه الاي نفسها 1 1 1 0، والبي نفسها 1 0 1 1. الواحد كيف بعبر عنه؟ 1، بس هل هيك صح؟ لا، لازم اعبر عنه ب4 خانات، وال 8 ب4 خانات. ونفس الشيء اللي تحت، بدنا نحول تقريبا نفس الرقم للاوكتال، بدل ما يقسمه اربعات قسمه لا بدنا هو نحول الرقم من هكساديسيمال لا باينري، ومن الباينري للاوكتال. بحكي انه هاي الطريقه اسهل. تخيلوا لو بدكم تقسموا هاي على 16 وتاخذوا الريمايندر، بعدين بعد ما تحولوها ل 10 تروحوا، طبعا سوري مش هيك عشان اعدل حكيه، تاخذوا هذا الرقم تضربه 0 1 2 3 تحولوه ل 10، ومن 10 تقعد تقسم على 8، الرقم من بصيغه ال 10 تقسم على 8 وتاخذ الريمايندر وتحول. طبعا هاي الطريقه رح تاخذ منك وقت كثير، هاي الطريقه الاسهل. ف اخذ هذا الرقم نفسه، اخذه على شكل ثلاثات، وعبر عن الرقم اللي بده اياه. طبعا بجوز انا اكون شوي هيك، هي 3 3 3 3 3، وهي لحالها. طبعا اول 3 اللي هي عندي الرقم 6 7 2، عندي انا هون اللي هي 4، وعندي هون 6، وهون 0.
هيك أنا بكون حولته لأوكتل بطريقة سهلة وما أخذت معي وقت كثير. أوكي، هيك فينا نحكي إنه وصلنا لنهاية المحاضرة الأولى اللي هي التعبير عن الأرقام عن طريق تحويل من الأنظمة بينها وبين بعض. ما ننسى إنه هاي الطريقة، آخر إشي لما حكينا كيف نقرأ الأرقام، مثلاً أنا عندي هاي، شو بده يعرفني؟ طبعاً بطريقة سهلة إنه ممكن أحول الـ E هاي اللي هي 1110 أحولها للرقم 14 مثلاً. حكينا في إشي اسمه الـ Weight Rule اللي هي الطريقة السهلة للتعبير، إنه أنا بحكي 0 إيه سوري 1 2 4 8. طب شو ليش حطيت 1 2 4 8؟ شو هي ال 1 2 4 8 هدول؟ هاي طريقة سهلة، بدل ما أنا أكتب 0 1 2 3 وأضرب أحكي 2 قوة 0 2 قوة 1 2 قوة 2، بحط هاي الأرقام مباشرة فوق. فبدل ما أحط هذول بحط هذول، 2 قوة 0 هي 1، 2 قوة 2 اللي هي 2 قوة 1 2، 2 قوة 2 4، 2 قوة 3 8. فأنا هيك بجمع، أنا عندي الزيرو ما بجمع، عندي الواحد بجمع، فبيكون الناتج 2 زائد 4 زائد 8، وهي المسمى بالويت رول، يعني كل رقم وشو وزنه بنجمع على الأوزان. لهون بنختتم محاضرتنا، وإن شاء الله رح نكمل معكم أنا وأنسام المحاضرة الجاي. شكرا لكم كثير، يعطيكم ألف ألف عافية.